بدعوة من رئيس جماعة المحمدية، قام سفير دولة غامبيا الشقيقة بزيارة عمل إلى مدينة المحمدية، حيث كان في استقباله صباح الأربعاء 20 نوفمبر الجاري محمد مفضل رئيس الجماعة. Nous puissions avoir une diplomatie communale dans la continuité. Monsieur l'ambassadeur qui nous a fait plaisir d'être parmi nous est un grand commis de l'État gambien. الزيارة كتندرج في إطار الزيارة ديال السفير الغومبي، كتندرج في إطار السياسة اللي كينهجها السيد الرئيس الانفتاح على المحيط الخارجي والسياسة الجماعاتية. وفي هذا الإطار بعد ما انفتح المجلس على عدة دول كروسيا وبلجيكا فرنسا الصين إلى غير ذلك، اليوم كينفتح المجلس على دولة إفريقية صديقة وهي دولة غومبيا، وفي هذا الإطار غتنفتح شراكة في هذا المجال. وتأتي زيارة السيد السفير إلى المحمدية في إطار ما يوصف بالدبلوماسية الجماعية التي تقوم بها الجماعة بين الفينة والأخرى، والتي شملت عدد من الدول الأوروبية والأسيوية لربط أواصر التقارب والتعارف والرقي بالمجال السياحي والاستثماري بين المحمدية وتلك الدول. En tant qu'ambassadeur résident au Royaume, j'étais bien au courant de la démarche et le succès que le Royaume du Maroc a fait dans les dernières années dans le domaine de l'homme au niveau local et au niveau international. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme vient de faire son rapport sur la question des droits de l'homme qui, tout le monde, la Gambie, ne manque pas pour le féliciter le Royaume du Maroc pour l'avance quand ils ont réussi dans cette question qui est très complexe, très difficile. Même les gens qui sont dehors de parler des droits des hommes, eux, ils ont beaucoup de problèmes, de défis. وقد حضر حفل اليوم إضافة لأعضاء من جماعة المحمدية وموظفين بعمالة المحمدية، مستثمرين ومنعشين عقاريين وفنانين ورياضيين وصحافيين، في جلسة أطلق عليها جلسة التعارف والتقارب وتبادل الآراء. De cette présence de monsieur l'ambassadeur de la Gambie parmi nous aujourd'hui. Et cette présence confirme la qualité de la coopération qui existe entre les deux pays, le Maroc et la Gambie. C'est-à-dire l'ancien public du groupe Koutoubia. Donc, au nom de tous les industriels de la ville de Mohamedia, je vous souhaite la bienvenue. Et j'encourage pour le moment les directives de monsieur le président qui œuvrent dans l'intérêt national. هاد الزيارات تدخل في إطار واحد العدد ديال الزيارات اللي قاموا بها بعض الوفود من عدد من الدول الأجنبية لمدينة المحمدية، وكذلك العكس، كذلك هناك وفود من جامعة الحضرية متركبة من عدد من أصحاب الصناعة، أصحاب التجارة، وكما لاحظتوا دابا جميع الخدمات. وهي زيارة مهمة حيث أنها تدخل في إطار تنظيم التوأمة بين مدينة كانيفينغ الغامبية ومدينة المحمدية، وهي تدخل في إطار الدبلوماسية الموازية للمجلس البلدي لمدينة المحمدية، بحيث أنه من المنتظر أن تقوم مجموعة من رجال الأعمال من مدينة المحمدية بزيارة إلى مدينة كانيفينغ الغامبية من أجل بحث فرص الاستثمار في دولة غامبيا اللي هي دولة شقيقة ودولة عندها علاقات متينة مع المغرب.